او وحو سمي فري سمي بركا تاسين وقلت انيغا نغدا اي او بيشين هابر جدر حدرتان وانغريس وانغريسني دل كان انيغا بيش هابر جدر هدان هاي مدحوين محمد عبدالله فرماجو وان تاغير سن هاي مدحوين حسن شيقني مد تاغير سنين صوت ان كو تاغير نحيط هاي و و و و سياسة دو معناه وكذا يا مت يعني قلب سن. واي وقدم بينتي دقيقة وقدم بيان كجرنا وقت كان كسينا إن السؤال أنكو يدينا إنه وحد هذا يدك كلا وحبان ديرنا هاي دك كلا محد ديرتهين أو صومالي ده أو ماركيس أدينك يدين لدجن أو كبح هاي ماشة وحد ديرتين دك مو شيء كرتا. ها وحبذن أيان ديرنا هاي هاي محادرتين وحان ديرنا هاي انكستو أن أقول نحافظها سيد لكن مركز سومالي إمادي الإيشيغي سيدا دسونيكي هان تدير ويلغي ما نمقلين تربونكا انتا سودن وحاد ديكن يعني بايشا عبر قدرة ديكن دادمسك حد دير لغو قورو oo dululkaas ex wixii joogeen ilaa ay haanta dheer soo lagama yaabo inay ku tahay dawladda aqabad ee shacabkaasna ay ku tahay aqabad ay horta wadankan kuma soo barbaarin mana jecli yani wadankan waxa rabaa fariintaada inaan macnihi jawaab helo dadku waxbaan dheernahay aadadeen hada habar gudirtiin maxaa dheertihiin taas dadka u sharax u sheeg ta أنا خورتو حندير نهاي، وحن ريال التمر كلاجا هادلو، أنا خورتا خورتا عي سيدا أنا جا عم مقلي ريال كمر كير يهين وحالوجو أبابيا إني يهين دت سريو، مر كوي نادانة ماشي يعني لجس يعني لو قرشين لها إني وحبر شذوضة إيو هرمر كودا حالوجو كبي إني معناها يعني إني معنا أي سريان. تانا تانا تاسينو كوبتين مركا حاجدا مركا يعني ادينك وحال ايدين شيغي ان الصومالي دي كسرريسان اوف كورس ها وكسرينا لكن سرينت معني معنى بدن بي لهدهي ما اقونتا كغا سرريسان ما تقودا كغا سرريسان ما مالكا كغا سرريسان ما حد كغا سرريسان een horta aqoon wa ugu sareena wa koow een xaqi isdifaacida marka loo eegan waa ugu sareena labo xaqi dagaal jabhad marka loo eegane waan ugu sareena sababtoo ah een mareekan ya wadanka ka saaray Ethiopia wadanka ka saaray ma abgaala ka saaray madarooda ka saaray ما 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 حجرها كس حج حج حجر جينا ما كساره أو أفكر لقاد لقده وحتى لقدي حتى و وضن كين حتى وان مركو حلاه ده هاي ماركي س أنا أنا قعدت كأو جيسن أقول دجال بدن أقول عق بدن أقول أقام بدن مركو معني الصومالي ده كله ساسان وقصرينا بالله ساسان وقصرينا تحدنا وحسميننا وحي معناها إيه سو قادان أما طلابة إيه سو قادان وحان ديار أناهي سيدا أن مريكان يوتوبيا وغسارني إنان ضد كان وغسارنو تاسا أنيغو قرشينا ودرين كين لمسو كوبكرو وغدبايتي مركا دبدمسكا معني مالي انت سبتيدا هدي إذا مدى الدولدو أي مادان ماركي سي والدقا لما يسان صومان إذنكو هبر قدرة والدقا لما ينا ها walaa dagaalameena way owladeena meesha ku jirta owladeena oo ayo meesha degan ee waalidinteenoo degan hadii duulan lagu soo qaado ma indhaha ka fiirineena laakiin dhulka dawladdu leedahay hadii digniin la idin siiyay warqad la idin keenay idaacad la idin ku sheegay ka baxa la idin dhahay macnaheedu war dawla waraaqo ku yaala aad diidan law and enforcement hadii enforcement iga u yimaado so idinku kuma gardarmiin markaa maya aniga gardarmeliin sababta aan gardala aan ku leheen waxa kamid ah wadankan Soomaaliya
كما وجرتبه واحد موقضه وانا قوض اقصونهي تاساني كيني سينا انا انا اندفاعنا اردقينا شرفتينا مقعينا انا اندفاعنا وايو هادين مقعينا يو شرفتينا يو دادكينا يو دينتينا يو ديغانكينا هادين اندفاعا وينو مقعينا ماشو كرما مقعينا وحاواي هادي قدب وحاواي انو سريا انا انديار اونهي واي سرينت اللبا جيرا سوحي لسي سرينت اللبا جيرا سوحي لسي لكن سومالي إني سمنت هاي أنك لسرين ما أميسنت هاي سوماليا ما أميسني سومالي وأسكمت أوكي سومالي سومالي إني سمنت هاي سومالي إني سمنت هاي أياد أميسنت هاي سومن سومالي ها إني سمنت وأميسن هاي لكن هذا نهدي عشاك إن أنا أبو سرين أياد أميسن هاي هذا سيسوق بطا تبي حسكو قبطها إن ما و يعني كمجرته لكن سيفو ونكسن هنوصل مران مركز ها أنا جوا أقول لهاي ميلان دكن هنوصل ميان أنا جوا حواي إن دول الدين هواي وسود بينينا لكن دي معناه ميل معناها دكان إيش نسيني ده و مشي قرطة أنا جل قارينا aad ii aad baan kuugu mahadnaqayna walaalkay qaali ah sida macnay waqtigaaga aad maarkayse inoo la wadaagtay ee fakarkaaga walaalkay isaga ah oo u dhashay beesha habar gidir oo studio martida inoogu ahaa waan u mahadnaqayna anagu idaacadan qofna looma diido mucaarad iyo muhaafid qabiil walba walaalba qadka ku jira oo inaga soo wacay assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة رأي قاعة معناك الغوي وانكو سلام سلام الله عليكم وان كان الله يا دبدويس كانك هذا هذا يا رأي أنا كده واحد لما قرت هذا الكوكو فريه برأي وحنا يا وي هرت عدوا ما سنت أسد وحوة دو أدو كان هذي دتكو أهان الله وحما الله من لكن دتكو أبو مسباس غميرن لكن وان كان الله يا هرت ويل كده وحويري وحنا كوصلي نكو فارا يا سال كور موريانة هرت لبارك استبدل هذا الكعك هي إلى ما كنا نفسي سياسي يكودي إن كفارة إلا حد كفارة يو إن كفارة إنه دني ديجي جاي وعلي لقف ديجي سأل قصة كم على إنه دنيا كدر نم كفارة إنه موريان جاي أو كفارة جسني ما نبر واي جسني هذا جسني موسقها موجود كان بعه وحارة يا يدا نو السؤال أوكي كسعة استبدل ليه سو حاجات كوارتين ديجي سلانقبة إلا إنه ون عرضي أدون كر كنت أدلوني بف إسلام مدي جيس اللجرة إلك لوك اللي جديك يا 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 معنا إلك لوك كدرن إلك لوك يكسر عروسه في نيجيس إنه ما تقول هذا نبي أدر نبى نسول لا يو بلد بالإسية إلا ما كنا أرتي دبلو وما قرت هاي أوكي أدي هذا أتكسر دوبان ك أدوك الله بني دبلو كنا عيا وكو عدينا يا سمعت دروم كجري قف دب الجلاد اللي قفته وعندنا ون حايو أوكي أرتو وحاط كويس عشان تا أدو حاليا بنتا جوي الدولود إلا الدجانا هذا ومركل لا يا الدولود ده سلاد إلى وحلو دول تكون كلام قف كحلال أو مسلم أو عدالة أو دين تصحيح أو أفطر أو كلام بهرايو أو مسنتاي أي واي حس واقعي لح بقول أوك بس بقول أكتر مريه 2012 كي أنت كان عايز 2016 كي يلوك تمريه أو نيجي سيزي ماشي بلا تريد وحد جن عروتي سين هاجيسي يا وفاسعي مركي وفي بعد ما حوي أنا أضيع حوا قري وطو ما تريد وراي كل ما أنت بوصلك دجن دول ده وأضيع القري وطو وحوي والله مريان وقري وطو وحبها مول مركي لها الدول عنده عنده أسكري هذا نك بوليس كهلا هي أو عبد العزيز بيها أو الزعلي أو في أي كرة هاي دليل نك هذي في عوي لكن والو إذا جنا يا ماشي هذا بلا قدي هبا معاك ما مركب إلى مركب اللي جابه أنت اللي جاله الدولة عدالة حسن وتوك أيها الموريان ناقة أمورها أوك أوه هي إن وهذه إنك جيت حلو جيت بفرا ما نقول ده يسمع لك وعاتين وحاجة قناة أغلى أوه تي قف من نام فد أديك هاد بكرة بس عنك عاد جروب تجلس أنا جروب كتير حاجات كده اللي كانت قف صوب ماريا وعروش بناء كتاره وملو أداء أنا قولين وعلى صوب مركز صوب حد أنت هاجنا هاي دولة حلال أو دك هو عنكر تبيش على أنك دولة بس كده مش هدون تان أهل الله بحيو
dowladdi ayda meesha dadka ka kacayso dad bay dejirtaa lacag ka qaatay xildhibaanada guurka boobsiyaha rabaa in meesha la dejiyo oo lacag macnaha la siiyo oo bala loo qaado loo kadmeynaya taas anaga qaar baabuur baa la ingida baa la yidhi xasan meel mar oqbal la yahusi ayuu u dardari rabaa waxaan ka rabaa marka see ku socon kartaa meeshaan aad arkayso in xasan uu qaato oo dad kale uu siiyo ayadoo maata soomaaliyeed ay degan tahay warrinka jid goyo jid buu furaaye dadka inta meelo bacwelo loogu dhiso oo la raro oo la dejiyo booska ha la qaato haddaa loo samayn karin caruurta masaakiinta oo meesha degan oo ilaahay dejiyey oo dowladda hore ay ka tagtay maxaa siyaad bare ka sokan dowladdu ma dhaalanine inta laga helay dowlad cadaalada oo lagu qanacsan yahay naagaha masaakiinta ha la dhaafo mooryaantaana meesha laga qaadaniyo way su-aal haddaan ku weydiiyey laakiin dowladdii cabduqaasina timaaday oo weliba nin habar gidir oo cayro cabsiya ah madaxweyne ka ahaa waxaan u malaynayaa daara dowladda madaxtooyada ugu horreysa xataa waa loo diiday dowladdii cabdilaahi yuusuf madaxtooyada qasabay ku timaaday looma ogolaan marka dadka nafsadooda guryahan dowladda masaakinnimo kuma joogaan xoog bay ku joogaan goormee baad isleedahay adigu in dadkan intay issoo gartaan soomaaliyay guryihii dowladda waa ka baxnay e dowlad ma arkaysa ha ku shaqayso aan dowlad u dhannahay dhisanno goormay dhihi doonaan bay kula tahay anaa kuu sheegi xasan markii laga tago oo nimanka odayaashao dhaaranahayo qoryaha wato dhaaranahay laga tago oo shicabka dhex fadhiyo marka laga wada saaro adiga oo ilaahay ka baqaayo inta dhex istaag dadkaas qaxootiga afarta gaar guryahooda ku jiro oo roob u daayo oo qoraha dayso qabanayso afarta gaarna magaalada meel laga istaaga aan lahayn hadda inaad inta raarto ood meel geyso iyo inaad meesha inta aad ka waxaysa sida qashinkii meel ku shubto yaa kuma qurxan adigoo ilaahay ka baqaayo oo qof shubid iyo shubid la-aan kama hadlayo waxaan ka hadlayaa guud ahaan dadka guryaha dowladda degan dowladdu waxay u shaqayn laadahay dowladna loogu heshiin la-yahay ra'yiga aan qabno in dowladda dhulkeeda dad ay degan yihiin oo soomaaliyeed qabiilkay doonaan ha noqdaano isla markaana dowlad hadday timaado isla xisaabtan iyo waxaasi ay diidan yihiin laakiin haddii dhulka dowladda ay ku shaqaynayso la firaaqeeyo soomaalidu dowladnimo markaas ay ugu dhowdahay sidaan aaminsanna su-aashaan ku weydiinaa marka waxay tahay dadka qabiilku doona ha noqdo not only habar gidir dadka guryaha dowladda degan macnihii ama dhulka dowladda haystaa goormeed isleedahay soomaali intay isugu yeeraan soomaaliyay dhulkii dowladdu waa banaynay kaalaya dowlad loo dhanya aan dhisanno goormay dhihi doonaan bay kula tahay waxay dhihi doonaan hadda aan ku hadlaya caawayte dowladda horta waa dowlad soomaalida dhan baa dowlad yaa meesha yiyo u wada tahay waxay xasan bayna ka bilaabataa markii la yihahdo adina waxaad ka hadlaysaa xasan markuu tago iyo markuu joogabo wixii dowladda ee lahaan jirtay banaanka ha la keeno horta dowladda maantayta hadda fiir kama soo qaad waa 400 qoys afar boqol qoys la raro oo saaka baabuur lagu qaado 400 qoys oo kale oo meel kale degana in lacag lagu siiyo raalimko dowladda waa rag baabuur ku dhex jiro kale degane aniga su-aal haddaa i weydiiso shaqsigaygii dadkaas inta meesha laga raro haddana dad kale oo ganacsataa ama shacaba qabiila in la siiyo ma ogoli aniga laki waxaan ogolahay in meeshaasi haddii dowlad ay lahayd dowladda debdemisku xasan sheekh ma ahan farmaajona ma ahan waa hay-ad boliisku u leeyahay hadday ku shaqaynayso qaranka loogu adeegaayo dabkii kacaa lagu daminaayo haddii sidaasi sida la ballan qaaday ay tahay in la fuliyo waa qaba ama su-aal haddaan ku weydiiyo adigu waxaa tiri ma haddaysan jirin ma arkaysa macnihii waa dulmi laakiin haddii okay su-aasha aan ku weydiinaya weli macnihii inaa ila fahamtid isku day haddii xasan sheekh xagga aan iska dhigno siyaasi iyo tiim socda xagga aan iska dhigno dowladda soomaaliya waxay la dhismi weyday dowladnimada xarumaha dowladda tusaalaan kusoo qaatay cabduqaasinan cabdullaahi yuusuf kulli yacni goorme yes cali kulli cali mahdi goorme xarumaha dowladda xabgaal ha joogo daarood ha joogo hawiye ha joogo digil iyo mirifle ha joogo habar gidir ha joogto dan wadaag dir guryaha dowladda ay leedahay dhulka dowladeed ayay dowladnimadeennu ay u xadhiban tahay qaxootina aan dibadda ugu nahay haddii dowladda geyskeedii la baneeyo dowladnimo iyo heshiis waa la gaari karaa saan aaminsannahay waxaa la isku tumaaya hadda dadkii dhulka ilaahay ku diray
سبعان آخر وي غورمات معلومة سلادة هاي ضدك نولك الدولة ده هايستا قبيل كي دونان هنق دانو انت يسي صغرتان حرام بات كجرتين كبح شرف إيا كرابة هل راتسدو دولة نمه هل آدو ويني دونان غورمات سلادة هاي أوكي هذا كفاهم مركز تا الدولة إلى هيد هذا يعرف طبعا كت نسمعته صندقة حل مترة أما هاتو مال لو بقولك كيلو متر حبغتو مركز تا الدولة إلى هل مال هلو جروا قبارك ما كرت كوز أديت هذا إلى هيسا ألم هل كوجد الدولة إلى هاي أما بناء قرها كوجد شو أما دروا هكو عنا هل نفر الدولة إلى هاي كرتي وإلى جبها وقلا لكن هذه الدولة دي dadk ay dadkii boqolkiiba 90 ay degan tahay dhulka dawladda hal meel aad dadkii in la daadiyo adum kulqumada oo laga sii gata marba maya aniga ma qabo in markayse dhulka dadka dawladda degan shacabka inta laga kiciyo shakhsiyaad laga iibsado laakiin mid waan qaba hadii dawladda dawladnimo iyo qaran loogu shaqeynayo in ka tarbiiler la galiyo dhulna aan la seenin shinina aan la seenin sanka lagu dhufto waa qabataas because markay imaanayee idnama dajin ماشي بابور تبع جريسة بولس لو تور دلوقتي كم كان غلام دلوقتي على جد استا هذا إسلام تحصل شيء ماشي هوايد في ترينكا وأكيد استا جود دلوقتي جود حدث الدكان دلوقتي بعدي شو بعدي كده استا يا ابني إنك أدلة عرض الله بني من حويروي وأنك جريعة شباب إنه أسود دجو موسى سود وأكيد كسي درن ركب من ناي بدو ولا نما كم هذه عرض الحاقة أيوة رأي ما كنا هذا الحاقة إنن ناجع أديها سال وقيل يو حراوي مالكو حسن شيخ محمود هدي حاسس كيسي غريا دولد اوسيي شلو دولد يمادي هدي ماركيس معني دولد كلا اعتمادو او معني اسغنا محكمه لا سو سارو اما دولكي لغا قادو لوغو محكمه ايو سياسيين تحتا ادغو مرعسن تا امسا وا كاسور جيدا ان لما كما ديان قبا وها كان كو شيغ اورنا تن ايو 2012 كي هدا ان تاغناي لاقتو كلغا قادرهايو او 8 دولار iyo toban qof oo socota oo wiil aabihi hooyadii iyo toban qof oo ku qaaray $100 xasan oo kaliya ku dhacayso meeshiisa oo haduu tay haduu doogo uu qaadanayo dad fasari fasari uu qaadanayn ablaas uu qaadanayn farbaajo uu qaadanayn ninka qiyaanadaas ku dhaqmaayo cidna aan ka qabanayno ilaahay aan ka baqaynin maanta inuu soo diro wiil askar oo yiraahdo baabuur baad in gariya carruurta fasal xabada ka geliye marka laga tago odayaasha carisada war gudir nagaar masakiinta urka gurgurayo waa yaro inaaba ilaahay ku dhaartay ay ku wasay xafraan la jira ma garatay inta laga helay dawlad cadaalad oo ka wakaacdo way laakiin dadkaasi dhulka dawladda degan iyo dadka dhulka dawladda aan deganayn labadaba soo isku xaq ma ahan laba macnay dan guud bay dadkan degan yihiin soomaan xaqi umada soomaaliyeed bay degan yihiin soo lama dhigi karo hadda magaalada ma ka dhamarto waxaan meel deganayn hadii orto ma jiraan hadda degana wax aan degno waxaan meel deganayn mar qof walba meesha meel dawlad ha ahaato ama meel gatay ahaato dadka markaad raabayso adiga xoolaha markaad soo wada xero la oday dadka xagee istaagi war gaalada baa ogeyn qofta cil istaagnaado waxa tiri hal la guuro waan guuriyo walaal meel geeba koori waan adiga naxdo adiga xafiir dagaalka iyo colka iyo habar gudir oo maryaan ha eegin war laakiin waxa fiirsa dadkan ku hoos fadhiyo masakiinta horta balaag subag way laakiin dadkan hadiin la raayo jilbi iyo jamaam markaana la geeyay dhahay deegaanadoodan aan rabin maxay tahay iyaga hadii la raayo ban jilbi arid dadan ku raayo